أقل من 24 ساعة تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري الأكبر. والأهم في مصر، 4 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية وسط متابعة حثيثة وترقب عالمي لمجريات العملية الانتخابية. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات، تتواصل عملية الصمت الانتخابي للمرشحين لتتوجه الأنظار إلى الناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة بفعالية في اختيار من يمثلهم في قيادة مصر المستقبل. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين.